يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. قبل ما غادي نبدا الفيديو الاخوان بغيتكم تنزلوا لتحت، انا عارف العائله ديالي كامله تتنزل لتحت تدير زيار لايك، ولا كنتي جديد على القناه ديالي مازال ما درتيش سبسكرايب، مازال عندك البوطون الحمراء اللي تتبان لكم هنا هي هذه، كليكيو على البوطون الحمر اللي سميتها سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باللغه العربيه باش تنضم من العائله ديال ناصر عايز فلوكس. وان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو هذا كما قريتوا في العنوان، الى ما حققتيش المال في هذا الشهر هذا والشهر القادم ان شاء الله بحول الله غيسحب الاشتراك، حيت غادي يكون المشكل فيك انت ماشي المشكل فيا انا. لذلك انا عارف غادي اول درس غادي نقدمه لكم، وعارف انا متاكد 100% غادي نحققوا فيه السيلز، غادي نحققوا فيه مبيعات في هذا الشهر هذا. لذلك الاخوان فقط بغيت نشوف زر لايك باش نشوف شحال من واحد غادي يستافد في هذا الفيديو هذا. لذلك الاخوان مقدمه لهذا الموضوع هذا، كما قلت لكم في زير في اللايف ديال البارح في الانستغرام قلت لكم بالله كاين واحد المنتوج يلا خرج دابا كيتباع هكا، تيتباع 11000 واحد يلا حط منتوج تباعو 11000 من بياسه تباعت له 11000 بياسه تباعت له. وكنشوف اي واحد كيحط داك المنتوج في الاي بي ولا في جميع المواقع ديالو كيتباع داك المنتوج. داكشي علاش بغيت نشاركو معكم الاخوان والناس اللي باغين عندهم الاستمراريه وعندهم العزيمه والاراده باش يستمروا في هذا المجال هذا، كنقسم لكم بالله ان شاء الله بحول الله غادي تحققوا المبيعات ديالكم فقط بالصبر ديالكم. اما تحط منتوج اليوم وتصيفط ليا ميساج غد ليه تقول لي ما تباعش ليا منتوج، هذه ما تنقولوهاش. حنا عندنا الاراده بالله غادي نحطوا منتوج وغنصبروا، وانا اكيد ان شاء الله بحول الله غادي يتباع لنا هذا المنتوج. لذلك الاخوان ما نطولوش في المقدمه، انا عارفكم متشوقين باش تعرفوا هذا المنتوج، هذه المعلومات اللي غادي نقدم لكم، حيت غادي تكون لا فيديو طويله بزاف حيت غادي نمشي معكم خطوه بخطوه. شنو غنديروا اليوم؟ غنديروا ان شاء الله بحول الله دروب شيبين. دروب شيبين غنوريكم شنو غنديروا في دروب شيبين. اما بالنسبه لي انايا عندي شويه ديال الفلوس ان شاء الله بحول الله بلاصه ما ندير دروب شيبين ما انسى لي هذا لا فيديو هذه، غادي نمشي نشري داك المنتوج، نشري منه شي 100 ولا 200 حبه وان شاء الله بحول الله نتوصل بها هنايا ونبيعها في اي باي بطريقه ديال شيبين 3 ايام ولا يومين باش توصل للزبون. اما بالنسبه لكم انتم الاخوان دروب شيبين الاول واحد غادي يستعمل اي باي، دروب شيبين راه خدام مزيان 100% عليكم. لذلك الناس اللي تيقولوا دروب شيبين حرام ولا حلال، حنا ما بغيناش ندخلوا في هذه الامور هذه الاخوان. الا شفتي دروب شيبين حرام ولا ما بغيتيش تخدم في هذا الشيء فقط انسحب من هذا الفيديو هذا ما تكملوش. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. ان شاء الله بحول الله دابا نشوفوا الطريقه ديال نوريكم المنتوج ونشوفوا الطريقه كيفاش نحطوه في الاي بي، ونوريكم بعض الطرق اللي ان شاء الله بحول الله تخلي المنتوج ديالك يظهر بصوره جيده جدا. لذلك الا كنتم متشوقين الاخوان ما تنساوش غير زير لايك لهذا الفيديو هذا. نبقاو دابا في الشرح خوتي خواتاتي. كما تشوفوا اول حاجه اللي غتكون عندنا بلا تنطلعوا شويه الميكرو، اول حاجه خصها تكون عندنا خص يكون عندنا الاي بي ستور. الناس اللي تيقولوا لنا صرا كيفاش تنفتحوا اي بي ستور، راه ديجا درت فيديوهات قلت لكم كيفاش درت كيفاش يكون عندك ستور في الاي بي. هذا هو الاي بي، هذا هو الاي بي ديالي على سبيل المثال. يلا فتحته جديد ما فيه حتى شي حاجه. ثاني حاجه هي موقع اللي موقع الشهير اللي غادي نجيبوا منه منتوجات وغادي نبيعوها في الاي بي. ثاني حاجه هو المنتوج الذهبي اللي ان شاء الله بحول الله اللي تيحقق الالاف الدولارات في هذا الشهر هذا. لذلك الناس اللي بغات تخدم خصها تخدم في هذا الشهر هذا، حيت كاين مبيعات كثيره وكثيره جدا. الناس تيتسائلوا دابا شنو هو المنتوج الذهبي ولا المنتوج اللي تيتباع بزاف، وهما الايفون الاخر اللي سميتو الايفون اكس ار ولا اكس اس ماكس. ما غاديش تبيع الايفون ولا غادي تبيع سكرين بروتيكتور ولا غتبيع الكيسز. الكيسز اللي هما بحال قلتي المهم الكيسز ما نعرفش نقولها بالعربيه الكيسز، ولا كما تشوف هنايا هذا الكيس هذه تتباع ب 13 دولار في الاي بي. هذا راه الاي بي هذا. كما الى جينا هنايا تتشوفوا هذا الكيس، هذا الكيس هذه تتباع ب 13 دولار تقريبا 14 دولار. شو شحال باع؟ يلا حطها جديده تتباع باع منها اكثر من 133 كيس. هنايا باع اكثر من 119 كيس كما تشوفوا الاخوان. هذه 8 دولارات، هذه باع اكثر من 67 كيس. هادشي كامل نشوفوا الاثمنة 10 دولار 18 دولار كما تشوفوا 10 دولارات 11 دولار 12 دولار، وتتباعوا اي حاجه تتحطها تتباع اي حاجه سيرتو في هذا الشهر هذا. لذلك الاخوان قلت لكم في العنوان الناس اللي ما تحققش فلوس في هذا الشهر هذا فراه الديفو ديالها. انا الحمد لله عندي يقين ان شاء الله بحول الله غنسالي هذا الفيديو هذا، غادي نشري اكثر من 100
منتوج من هذا الموقع هذا من AliExpress ونتسنى توصلني وبقى نبيعها هنا في أمريكا. شوفوا شحال، شوفوا الإخوان، شوفوا الإخوان، هذه الأيكس، هذه القديمة، هذه باع أكثر من 1000. حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نقلبو على هذه، غنجيو لهنايا غنقلبو على هاد الكيسز هادو، غنجيو لالي اكسبريس الاخوان، غنديرو ايفون هكا ونديرو سيرش. شوفوا الاثمنه ديال المنتوجات، شوفوا الاثمنه. سكرين بروتيكتور هادي تتبيعها، تقدر تبيعها في الاي بي، تبيعها ب 13 دولار حتى ل 20 دولار. هادي تتباع ب 20 دولار في المحلات هنا في امريكا، الا بغيتي تمشي تشريها تتشريها ب 45 دولار. اما في الاي بي تتلقاها من 15 حتى ل 20 دولار. شوف شحال باش تتباع، تتباع ب 0.24. شوف شحال من واحد شراها، شراها هادو راه كاملين دروب شيبرز، هادو كاملين الناس كيشريو وتيبيعوا. شوفوا، شوفوا هادي الاخوان الاكس ار اكس اس ماكس، شوفوا هاد سكرين بروتيكتور تباع 13000 وحده، 13000 وحده. على سبيل المثال الا حطيتيها في الاي بي ودرتي لها فقط 10 دولارات وتبعت لك 10000 10000 حبه ولا 10000 بياس، شوف شحال من دولار غادي تكون تتربح. هذه معلومات اقسم بالله العلي العظيم محاش واش يعطيها لكم شي واحد. انا مازال ما شفتش النتيجه، ولكن انفو غنسالي هذا الفيديو هذا، غادي نشري 100، غنشري 100 ديال هذه، 100 ديال هذه، وغنشري 100 ديال سكرين بروتيكتور اللي هي 100 دولار في 100. فنشوف سكرين بروتيكتور شحال كدير حتى هي. شوف الاخوان هاد المنتوجات شحال تيتباعوا، 13000 واحد. هذا يلا حط هذا المنتوج هذا، ها هو 1500 واحد، 1500 سكرين بروتيكتور. غنجيو هنايا غنقلبوا على دوك الكيسز، الكيس هما بحال هذه. شوف الاخوان شحال تتباع، هذه نفسها في الاي بي، ها هي تتباع ب 0.44، ها هي نفسها في الاي بي. شوف شحال تتباع، ها هي تتباع ب 13 دولار وباع 133 حبه. لذلك الاخوان شنو كنتسناو في هذا الفيديو هذا؟ شنو كنتسناو؟ هي نستمروا ونحطوا منتوجات ديالنا في الاي بي. انا بالنسبه ليا شنو تنشرح لكم الان؟ كنشرح لكم فقط دروب شيبين. اما بالنسبه لنا انايا غادي نحاول نجيب منتوجات، نجيبها في اسرع وقت ممكن، حيت ما تنخلصش انا الديوانه وداك الشيء. بالنسبه للمغاربه ولا بالنسبه للناس الاخرين يمكن يديروا دروب شيبين، راه كيتباع هذا الشيء طاير. كما تشوفوا هذه تبيعها ب 10 دولار، 10 دولار وهي تدير 0.99 ولا 0. شوف هذه تتباع ب 18 دولار. اي حاجه هنا في الاي بي تلقاها هنايا في الي اكسبريس كتباع بثمن بسيط جدا كما تشوفوا الاخوان. يا سلام، زعما الناس اللي ما باعوش، شوفوا 11000 هذه هي الاكس اكس اس ماكس والاكس ار، 11000 وحده تباعت. كما عارفين الاخوان الايفون، هذا الايفون اللي يلا خرج في هذا الشهر، هذا الشهر اللي فات، تتباع بسرعه جدا. ومازال كاينين بعض الاخوه، مازال الناس اللي مازال تتقلب باش تشري الايفون، حيت كاينين مازال ما خرج، مازال ما كاينينش دابا في الستور. الا بغيتي تطلبوا تطلبوا بري اوردر، تطلبوا بري اوردر، تتسنى واحد الايام عاد تيوصل للستور عاد تمشي تجيبه. لذلك احنا غادي نحاولوا نبيعوا الكيسز حيت الايفون غالي جدا، غادي نحاولوا نبيعوا هاد السكرين بروتيكتورز اللي تيحميهم على سبيل المثال باش ما يتهرسش الشاشه ولا شي حاجه، حيت الايفون راه داير اكثر من 1000 دولار. هادشي اللي غادي نحاولوا نديرو. كما تشوفوا الاخوان هادي، نشوفوا هذا المنتوج هذا كما تشوفوا الاخوان، غادي نحاولوا ندخلوا ليه. ها هما تتلقى جميع سكرين بروتيكتور هنايا، ها هو الايفون الاكس ماكس اللي تتبان لكم هنايا، ولا الاكس ار، الاكس ار هادو هما الجوج اللي غادي نبيعوا، هذا وهذا. على سبيل المثال شوفوا شحال تيدير، على سبيل المثال هذا وهذا، هنا غادي نحاول نبيع هذا وهادو. هادو راه كاملين قدام الخوت، ما تحاولوش تشريو من هادو، فقط هذا وهذا هما المنتوج ديالنا اللي كيتباع بسرعه جدا. هذه سكرين بروتيكتور غادي نقدروا نشريو منها شي، تقريبا انا نشري منها واقيلا شي 100 ولا ديك 70 وغادي نجيبها للدار. اما بالنسبه لكم الاخوان نتوما فقط غير خذوا الصوره كما تتبان لكم هنايا، خذوا الصوره كما تشوفوا، سيف ايميج كما تتبان لكم هنايا، سيف ايميج هنايا، احنا درنا سيف ايميج كاع التصاور كاع اللي تيبانوا لكم هنايا. انا فقط غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروا. خذ هاد الصور كاملين اللي تيبانوا لكم هنايا، خذ هاد الصور كاملين سيف ايميج، هاد الطريقه هذه
سمحوا لي الفيديو غيكون طويل ولكن معلومات غادي نعطيكم معلومات مهمة جدا. خذ هاد التصاور كامل اللي تيبانوا لكم هنا. هادو هما التصاور على سبيل المثال، خدينا التصاور ديالنا غنجيو لهنايا، غنجيو هنايا غنجيو للسيل. من بعد ما تتفتح حساب ديالك كتجي لهنايا كدير سيل، كدير سيل تيقول لك شنو بغيتي تبيع، شنو تتبيع تدير هنايا. غنكوبيو داكشي اللي خدينا هنايا كما تتشوفوا، غنجيو غنديرو بحال هكا، غنكوبيو هداكشي اللي خدينا وغنديرو في هاد العنوان هذا، غادي نحطو هاد الكيورد، هادي هي الكيورد. تنديرو جو، نديرو جو كما تتشوفوا. هادي تيعطيك سجيشن، تيقولك واش بغيتي تبيع الكيسز ولا بحال كاسيلو. هنايا تتقول تدير على سبيل المثال سيل وان لايك ذيس، الا بغيتي تبيع الكيسز ادير نيو جديده. نتسناو حتى تخرج لنا القائمه باش نكملوها الاخوان. الفيديو غيكون شويه طويل ولكن معلومات مهمه جدا الاخوان. بالنسبه لهنايا غادي تحاول تحيد هاد الصوره هذه، غادي نحاولوا حنا نبدلوا هذا العنوان هذا، حيت الا بغيتي تبيع الكيسز الا بغيتي تبيع سكرين بروتيكتور، الا بغيتي تبيع الكيسز غادي تبيع فحال هذيك. بغيتي تبيع سكرين بروتيكتور خصك تبدل العنوان، تجيب العنوان ديال هاد علي اكسبريس بحال هذا. غدير على سبيل المثال هنايا غدير سكرين بروتيكتور، وغتزيد بقا تعمر شارجي العنوان، شارجيه مزيان. خد النتيجة الأولى على سبيل المثال، خد أجي الإيباي تلقى النتيجة الأولى، غتاخد منها تا هي واحد شوية. ناخدو سكرين بروتيكتور هنايا، ناخدو منها واحد النتيجة الأولى اللي خرجت لنا، ناخدو منها واحد الكلمات باش يطلع. كما تشوفوا الإخوان هنايا، هذا طلع لنا أول واحد، طلعت لنا هذه. غادي نحاولو ناخدو هاد كلاس بروتيكتور، غناخدو هادي غنحطوها عندنا هنايا كما تشوفوا الاخوان. كما دونت ستوب هير اند اد مور تو هيلب، تيقول زيد، غادي نزيدو عاوتاني معلومات باش يطلع لنا الريزلت في اول، يطلع لنا المنتوج ديالنا في النتيجه الاولى كما تشوف هنايا. غادي نحاولوا نرجعوا نشوفوا النتيجه الثانيه كما تشوفوا هنايا، شو شحال باع، 5000 هاد السيد هذا. ناخذو منه حتى هو، ناخذو فول كار، هذه تتبان ليا كلمه زوينه تيقلبوا عليها الناس بزاف. غادي نحاولوا نحطوها هنايا، المهم تيقول لك هنايا راه مزيان، هادشي مزيان. غادي نحاولوا الاخوان ناخذوا دابا الصور اللي بانت لكم هنايا اللي خدينا قبيله. انا هذا الشيء راه فقط غير مثال لكم الاخوان. هي مشات الصوره الاولى، الصوره الثانيه، هذه فقط مثال لكم. انا بالنسبه لي انا غير تنوريكم الان كما تشوفوا، تدير الصور ديالك، تاخذ الصوره المين بيكتشر على سبيل المثال، الصوره اللي بغيتي تبان في الصوره الرئيسيه تتخليها هنايا، تدير كونديشن نيو جديده هنا، تدير ديسكريبشن ديال ديسكريبشن تجي لهنايا تتلقاه هنايا على سبيل المثال، تتهبط هنايا تتلقى، تتكوبي هذا الديسكريبشن كامل اللي تيبان لكم هنايا بلاتي. ها هو الديسكريبشن كما تيبان لكم، هذا هو الديسكريبشن، برودكت ديسكريبشن. غادي تكوبي هذا الشيء كامل، غتكوبيه وغتحطو هنايا عندك، غتحطو هنايا. من بعد غدير البرايسين شنو عاطين لك، تيقول لك بدا ب 9.10، ب 9.10 هو الافريج، الافريج هو هو 9.10. حنا نشوف شحال باش غادي نشريوها، غنشريوها ب 0.52 ونبيعوها ب 9.10، ولا انت تكون منافس لهذوك الناس اللي تيبيعوا، تكون منافس ليهم. غنديروا سكرين بروتيكتور هنايا، غنشوف كل منافس ديالهم، يمكن لك تبيعها باقل،
يمكن لك تبيعها باقل نتايا، ولكن خصك تقلب خصك تشوف المنافس ديالك. الا كانوا تبيعوها ب 6.6 دولار خصك ما ديرش ليها انت 9 دولارات، حيت تشريها انت ب 0.25، بيعها ب 5 دولار، بيعها ب 4 دولار، راه تجيب لك الربح. كما تشوف هنايا على سبيل المثال، حنايا غادي نرجعو غنديرو واخا عطينا 9 دولارات غنديرو فقط 5.10 دولارات، نبيعوها ب 5. هنا الا كنتي بغيتي دير البيد دير بايت ناو هي شريها دابا نيت، تدير بايت ناو بيست كورنت تريندينغ برايس تو ماكسمايز يور تشانس تو سيل. هنا تيقول لك واحد، تيقول لك الا بغيتي الا درتي ليها 3.20 عندك حد كبير جدا باش تبيعها، تبيع المنتوج ديالك دغيا، حيت تيشوفوا هنايا تيعاونوك تيقولوا لك بلا كاينين الناس يبيعوها بكثر، الا بعتيها نتايا ب 3.20 عندك حد كبير باش تبيعها اكثر منه. هنايا تتخلي اما تتخليها حنايا هنا درنا 5، واش بغيتي تبيعها نتايا بايت ناو؟ الا قلتي بايت ناو واش تبيعها نديرو 5، نخليوها 5.10 بالنسبه لكم نتوما. انا بالنسبه لي الناس اللي بغات تبيعها ب 3 فاصله، انت الثمن ديالك نتايا، انت حر دير اي ثمن بغيتي. هنايا الشيبين، هنايا تدير الباوند شحال الوزن، الا بغيتي دير الوزن ديالها. اي دونت نو ذا باكج ديتيل، الا ما تعرفش الديتيل، الا ما لقيتيهش هنايا، الا ما لقيتيش ديتيل، الا ما لقيتيش معلومات على الوزن ديال هذا المنتوج هذا، دير اي دونت نو. هنايا واش بغيتي دير تشارج فيكس اماونت اوفر فري شيبين، هنايا واش دير فري شيبين، دير فري شيبين، حيت هما هادو غيصيفطوها لك، غيصيفطوها فابور للولايات المتحده الامريكيه، داكشي علاش داير فري شيبين. هنايا تشينج شيبين سيرفيس، هنايا الاخوان ما ديرش يومين ولا ثلاثه ايام، حيت غادي تجيب المنتوج ديالك من تشاينا، غادي تصيفطو ليهم من الشينوا. على الاقل غدير واحد، على سبيل المثال غدير واحد 30 يوم حتى 45 يوم، تيوصل قل تيوصل قبل من 45 يوم، ولكن باش تحمي راسك من باش ما يفتحوش نزاع في الايباي وياخذوا الفلوس، ومن بعد واحد الايام قليله يتوصلوا بالمنتوج، انت خاسر فلوس وخاسر منتوج، هما رابحين منتوج ورادين فلوسهم. لذلك دير من 30 يوم حتى 45 يوم، هذه فقط انا كنديرها. خوتي خواتاتي، من بعد ما كنحطوا المنتوج ديالنا كما تشوفوا، تنحطوا المنتوج ديالنا صافي، تنديروا الهاندلين على سبيل المثال 3 ايام بزنس دايز، عاد غادي تصيفط المنتوج ديالك، هذيك هي الهاندلين تايم، زعما الوقت ديال تعديل المنتوج قبل ما يتصيفط هي تدير 3 ايام. من بعد تدير ليست، من تدير ليست كيخرج المنتوج ديالك في الموقع ايباي، وكيظهر في المنتوجات مع المنتوجات الاخرى اللي كتباع. هادشي اللي كاين الاخوان، انا شنو بغيت نقول لكم، ما بغيتش نوريكم كيفاش تحط منتوج، ولكن انا بغيت نشارك معكم شنو هو المنتوج اللي كيتباع في هذا الشهر هذا. داكشي علاش الاخوان عطيتكم هذه المعلومه هذه اللي هي ضروريه جدا. حاولوا تصايبوا دابا نيت، دخلوا صايبوا المنتوجات ديالكم، حطوا تصاور وبيعوا الكيسز، بيعوا اي حاجه، اي حاجه تتعلق بالايفون الاخر اللي هو الاكس ار ولا الاكس اس ماكس، حطوها في الاي بي ديالكم، غادي تباع بسرعه جدا. انا غادي نحاول نسالي هذا الفيديو هذا، وان شاء الله بحول الله غادي نمشي نشري منتوجات ديالي ونجيبها عندي للدار، عاد نقوم بالتعديل ديالها وعاد نحطها في الاي بي ولا نحطها في المتجر ديالي ونبيعها. شكرا لكم بزاف الاخوان، الا كنتو استفدتوا من هذا الفيديو هذا ما تنساوش زر لايك، كنتي جديد على القناه ديالي سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باش نضم العائله ديال ناصر عايز بلوكس. بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.